تضاريس هذه الجبال الوعرة التابعة لمحافظة صعدة لم تقف حائلاً أمام تقدم قوات الجيش الوطني في المحافظة. مسرح العمليات العسكرية شهد في الساعات الأخيرة مواجهات عنيفة تركزت بالقرب من جبل تويلق الواقع غرب المحافظة، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا الإنقلابية. وتمثل السيطرة على جبل تويلق الاستراتيجي عاملاً مهماً يمكن الجيش الوطني من قطع خط رازح الحدودي. وفي محافظة حجة تحديداً في مديرية حيران التي تشهد مواجهات عنيفة منذ عدة أيام، تمكن الجيش الوطني من تحرير العديد من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية أكدت تحرير قوات الجيش المسنود بمقاتلات التحالف العربي قرى الجعدة والحراملة التابعتين لمديرية حيران بعد مواجهات تكبدت خلالها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى أسر آخرين. يأتي هذا التقدم ضمن عملية عسكرية أطلقها الجيش الوطني قبل أيام تحت اسم عملية الثقب، وتمكن خلالها من إحراز تقدم كبير في محافظتي صعدة وحجة، لا سيما على جبهتي باق في صعدة وعاهم في حجة.